المملكة العربية السعودية يضاف إلى ما سبق إعلانه من الحالات عدد 119 حالة جديدة. هذه الحالات الجديدة المسجلة من بينها 7 حالات ارتبطت بالقدوم من السفر وهي معزولة في العزل الصحي منذ قدومها إلى المملكة العربية السعودية، بينما هنالك 72 حالة هي لحالات من الجنسية التركية. الحالات هذه معزولة صحيا استباقيا ضمن إجراءات استقصاء وبائي لها تم إجراءه لمخالطتهم لحالة تم الإعلان عنها سابقا قبل أسبوع، وهي حالة قادمة من تركيا. الحالات معزولة صحيا في مكة المكرمة، وجميع هذه الحالات ليس لها أعراض بحمد الله. هذه الحالات الجديدة المرصودة كانت متوزعة بين المدن والمحافظات على النحو التالي: في مكة المكرمة 72 حالة، الرياض 34، القطيف 4، الأحساء 3، الخبر 3، بينما سجلت الظهران والدمام في كل واحدة منهم حالة واحدة. إجمالي عدد الفحوص المخبرية المؤكد الذي تم إجراءه حتى الآن تجاوز 23 ألف فحص مخبري مؤكد.